انت شو عم تساوي هون؟ إليف امشي. لا اخي ما رح اروح من هون. إليف تركتك تساوي اللي بدك اياه، بس هالمرة اجيت لاخدك مشان ستي ما تأذيكي ولا تأذي البقية، مو مشان اتركك بين ايدين هالحقير. يلا اخي لو سمحت لا تساوي هيك، ما بدي روح. إليف اذا ما بدك اي حدا يتأذى تجي معي. يلا. لا اخي ما فيني اطلع من هالبيت. ما تركتي لي خيار تاني. اخي اسكتي بصحك تصرخي، والا بتزيدي الطين بلة وبتجبريني استخدم السلاح. هلا امشي ولا تطلعي وراكي، فهمتي؟ ولو ما كنت مجبور ما بساوي. تعالي اخي مشان الله اتركني. انت شو عم تساوي؟ تعالي اخي. اخي الله يخليك لا تسوي هيك. بتتذكر شو حكيت لما أزاد إجا على القصر لحتى ياخد ريان؟ قلت ريان زوجتي وأنا عم قلك أزاد زوجي. إليف ولا كلمة. أخي إذا بدك ولا ما بدك أنا صرت زوجته لأزاد، أنا بدي ضل عايشة هون معه. لو سمحت لترجعني على هداك الجحيم. ليش ما عم تفهمني؟ أنا بحبه لأزاد. يا أختي صدقيني حبيبتي أنت عم تغلطي، لأنك ما بتحبي لا أزاد ولا غيره. انت بس عم تهربي من بيتنا وما رح خليك تعيشي بهالمكان غصبا عنك. بوعدك بهالشي تمام؟ ما رح اسمح لك تدمري مستقبلك بايديك، فهمتي؟ اخي ما عم دمر مستقبلي ولا شي. ليش ما عم تفهم ابنهم؟ انا بحبه لأزهد. إليف لا تصعبي الموضوع ماشي؟ إليف إليف يلا حبيبتي يلا.